دي ان ايه مساء الخير. بمتابعه للاشتباك السياسي بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهوريه ميشيل عون، في شيء كثير لافت بموقف حزب الله. كل ما حمي اعلام بري بيبرد اعلام حزب الله اكثر. غريب. اين الرئاسه العادله والضامنه لوحده اللبنانيين؟ ولماذا السكوت عما اقترفه وزيركم وصهركم من حماقه واساءه وطول لسان؟ فأين أنتم أيها الفخامة من كل ما يجري في السر والعلن وفي الغرف المغلقة المجاورة لمكتبكم؟ فهل تحول القصر الجمهوري الذي تدعون أنه قصر الشعب إلى بلاط للحاشية وللصهر ولعزيز القصر ومعه جريصاتي وشلة المستشارين من كتبة التقارير ومفبركي مقدمات وأخبار قناة العائلة والتيار؟ محطة الرئيس بري رفعت المواجهة من مستوى جبران باسيل لمستوى الرئيس شخصيا، صاحب الفخامة والقصر والبيت ما عادت المعركة مع الوزير باسيل، صارت مع عون مباشرة. ويفترض انه هالإخوة المنار تواكب، يعني تمشي معهم. وإز البلوك 9 لإسرائيل، قال ليبرمان: التهديد الإسرائيلي السافر وضع الجميع في البلوك 9، فهل سيبقون متفرقين في البلوكات الداخلية الأخرى؟ يستدعي المشهد الحالي مزيدا من الإجماع الوطني ضد نيات العدو، بعدما ظن ليبرمان أنه يستطيع التسلل في سجال اللبنانيين لتثبيت قواعد اشتباك نفطية متفجرة. من بتحس ما صدقوا لقيوا ملف يتمسكوا فيه ليقولوا يا جماعة خلص فضوا المشكل بقى، في أولويات تانية. يعني بتحس بعد شوي هني عاطينه الموقف لليبرمان، أنه حلوها لأن في إسرائيل، حلوها لأن رح إسرائيل تسرق النفط، حلوها لأن أي شيء، بس حلوها. بري بده اعتذار وتراجع، حزب الله بده خلص لفلفها بشرفها، خلصنا بالتي هي أحسن. بالمقابل المشكل عم يتعقد وعم يترجم بالشارع كل يوم أكثر من يوم. امبارح كادت تحصل اشتباكات بمنطقة الحدد، منطقة مسيحية محسوبة على عون، تظاهر فيها أنصار أمل بالسلاح، كادت تعلق عن جد. أمل حاولت بعدين تمغمغ الموضوع أنه منستفيد من الشارع ومنقول بذات الوقت ليك ما قلنا عليها فيهم، لعبة كلاسيكية. ما حصل بالأمس في الحدث، ما حصل بالأمس أمر مرفوض. صرحت بالأمس وأعلنت موقف على تويتر أن السلم الأهلي خط أحمر، هذا أمر نرفضه بالمطلق. وما حصل من مجموعة شباب لعل أحد غرر بهم أو لعل يكونوا بينهم أحد من المندسين. أخي ما قلنا علاقة أصلا، هيدي دعاية تبصها أبواق الحالة العونية وفبركات إعلام جبران باسيل، ما قلنا عليها مخصنا. واصلا ما حدا مقتنع فيها بالعالم انه نحن اللي نزلنا الناس على الشارع. بيكون معهم حق حركه امل او الرئيس بري انه ايه قلبت على الحركه، هلا قلبت عليهم. ايه هلا ذكرتونا بالممارسات الميليشيويه باثناء الحرب. يعني انت صرت عن الرئيس بري بهاي الطريقه، ما فيك تبرر، ما عاد فينا نقبل يعني التبرير اللي يقدم انه هو معوش خبر او هو مش راضي على القصه. اللي نزلوا على الشارع يعني سبق لهم سوابق بهذا الموضوع. هي. يعني هن بزتوهم بالشارع، يعني بهاي اللحظه هن شغلتهم هاد، هن بزتوهم بالشارع. مش من راسهم. ما لازم تشيل عنهم التهمه، مش لزقها اكثر. الصحافي ابراهيم بيرم صحافي مقرب من حزب الله، عاده بينقرا باعتباره يا اما بيعكس وجهه نظر او بيعكس مناخ حزب الله. بدل ما يساعد امل بالتبرير قال انه التبرير غير مقنع. ما هن الدايرين من محطه لمحطه عم بيقولوا ما لنا علاقه، بتقول لهم لا ما انا مش مقتنع، انا ابراهيم بيرم ما ماني ولا. والى جانب بيرم بيكتب بوب الامين بصحيفه الاخبار التالي: خلال الساعات الطويله التي تلت حفله تسريب الخطاب السخيف لجبران باسيل وما اعقبه من تصرفات اكثر سخافه ولو جاءت في معرض الاعتراض، بدا انه يوجد في بيتنا من لا يأبه لحياه الناس، ومن لا يهتم لاستقرار البلاد، ومن يزعجه الهدوء والعيش الواحد، وبدأ أنه يوجد في بيتنا من يقول لنا صراحة إن تقليد خطب الثائرين أو صراخ أبناء الأزقة هو ما تطرب له أذناه. أزقة؟ من؟ يعني تعرف ما في داعي إعلام عون يقول أي شيء إذا إعلام حزب الله أو القريب منه بيقول هيك.
عن جد ابو السوس شو اللي صاير بينه؟ شو اللي صاير بين امل وحزب الله جد؟ بحب ذكر اللبنانيين وخاصة الضاحية الجنوبية بال 89 وقت انعون امر بالكسف عليها كان الرئيس بري عم بحارب بخلدي قبل ب 82 يا ستي انت متظاهرة ضد عون او ضد الضاحية؟ بدي ذكر الضاحية انه هيدا اللي انتوا واقفين معه ضد الرئيس بري كان عم يقصفكم. بدي ذكر الضاحية انه لازم توقفوا معنا مش مع عون. من هذا عن جد او 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 تركيب؟ لا اكيد هذا كلام فردي. لا انا بدي اعتب على الاخت المناضله الاخت المناضله انا اللي بدي اعتب عليها اللي كانت عم تقول امبارح اولت امبارح انه هي الاذاعات اللي قاعده عم بتبس من وين ما كان عرفت كيف هيدي هدفها انه طائفيه انه مش كل حدا بده يبس يعني هو انه عم بيأجج الفتنه وعم يعمل اذا هي معوده انه الاعلام اللي عندها وحده اعلاميه منار الصباغ عرفت كيف اذا هي معوده انه كم على سياسه كم الافواه مين ما حكي بالشارع بدهم يمنعوه لا مين يمنعوه حبيبي انتو يمكن بالمظاهرة الغلط هيدي مظاهرة ضد باسيل وعون عشوائي رح تصير مظاهرة ضد حزب الله وقناة المنار ابن حركة امل عم بيقول للمنار انتو معودين على كم الافواه ابو السوس ها اكيد انت عم تعملها فيه ضرب هيدا انت مفبركن هول ابو السوس بعد فيه شو بعد فيه حشي ارمي يا حجر ام الشهيد حسن ناصر ما بنقبل ببسيم اللي عمله هاي متى استشهد ابني صار له 27 سنه وين استشهد باكلم التفاح كرمال الطائفه وكرمال الدين وكرمال الشرف تعي يا حجي تعي من بين كل الناس الموجودين مسؤول بالتظاهره جاب هيدي الحجه هيدي المره تحديدا لتقول انه هي ام شهيد وين استشهد ابنك يا حجة بإقليم التفاح؟ شو فيقن عقليم التفاح هلا؟ ليلي ما بيعرف إقليم التفاح هي معركة من أشرس المعارك بين أمل وحزب الله. طيب شو عم تقول حجة؟ عم تقول يا حزب الله ما شايفينك واقف مع الرئيس بري يعني أولادنا استشهدوا دفاعا عن الطائفة. يعني يا ضاحية عون قصفك. يا حزب الله أولادنا ماتوا دفاعا عن الطائفة يا تلفزيون المنار ما تنظر علينا رئيسنا مستهدف بس غير هيك أبو السوس إخوة يعني ما جسد براسين أو إذا بدك روحين بجسد أو روح بجسدين أو روح الله لا يوفق على الحلقة اللي شو عم تعمل فيها أبو السوس الله لا يوفق إلى اللقاء